زينب حبيبتي لا تخافي، ما حدا رح يقدر يمسكنا، كوني مطمنة. أنا معك زينب ورح ضل جنبك على طول حبيبتي، تمام؟ زينب أنت كل عيلتي، ضلي قوية. بنار، شو انتي من بين الشرطة؟ نسيتيني مزبوط؟ ونسيتي الوعد يلي عطيتي لأمي؟ بس عم تردي ورا الانتقام تبعك. انتي ورفيقتك ارتكبتوا جريمة قتل، طلعي على حالتي بسبب تصرفك ما عندي أبرهم. انتي مجرمة، قاتلي قاتلي قاتلي. انت مهووسة بجيهان كرداغ؟ ما بين من كلامك انه بيناتكن شي، بين انك مهووسة فيه، واضح انه شاغل لك عقلك لانه ما عم تفكري غير فيه. وبمين بدي فكر؟ تفضل قول. زعيم الكبير هاشم كوبرولي؟ كيف علاقتك بالسيد ارجومان؟ منيحة. اذا علاقتكن منيحة، ليش بعتي له رسالة تهديد مكتوب فيها ابي ما رح يخليك تنفض بعملتك اذا عرف؟ بنتي وحفيدتي كل شيء بالنسبة لي. إذا ضليتي عم تلحقي قضية البنت اللي وقعت من البرندة وماتت، ساعتها أنا ما رح أتردد بنوب إني أكشف عن ماضيك للكل. لك أنا كيف ما فهمت هالشي؟ بابا بترجاك بسرعة، قال له إنك سامحته لأرجومانت. بصراحة استغربت كتير إنه أنت قلقانة على أخوه لجوزك. هي عمتها، هي القاتلة.